يا صباح الخير على كل مشاهدي شبكة ان تي ان نايل لايف. نهارك سعيد، يوم سعيد على كل اللي بيتابعونا، وعودة مرة تانية لمليونيات ميدان التحرير. النهاردة في مليونية كبيرة جدا ضد وثيقة السلم أو وثيقة المبادئ الدستورية. إن شاء الله اليوم ينتهي على خير، ما يكونش فيه أي أحداث مؤلمة. صباح الخير. صباح الفل على كل سادة المشاهدين، وصباح الخير يا مي، وصباح الخير يا شريف، وصباح التحرير لمصر، وصباح الحرية والكرامة. يمكن النهارده في مليونية كبيرة جدا في التحرير، في ناس ضد وثيقة السلم، في ناس نازلة عشان المحاكمات العسكرية، وفي ناس نازلة عشان تسليم السلطة. تسليم السلطة. فيمكن هي مطالب، هي دي ديمقراطية، كل واحد يطلب اللي هو عايز يطلبه، ونشوف ايه اللي هيحصل في الآخر. بس أهم حاجة فوق مصلحة كل ده لازم تكون مصلحة مصر، فتحيا مصر. بالظبط كده، ويا ريت يا رب ان شاء الله باذن الله ما يبقاش في اي احداث عنيفه. احنا اتعودنا من اول طبعا يمكن احداث يناير، من اول المليونات، ان كان كل مليونيه بتعدي سلمية. باستثناء موقعة الجبل ربنا لا يرجعها، يعني ان كانت بتعدي بسلام. فعشان كده نتمنى ان برضه النهارده ان شاء الله هيعدي بسلام، لان اعتقد ان كل يوم الشعب المصري على المستوى السياسي وعلى المستوى الشعبي بينضج، ودي حاجه كلنا خدنا بالنا منها. مثلا امبارح كان بدات احداث، كلنا تابعنا في دوران شبرا، حصلت احداث بدات ومع بدايتها وكان ممكن تتصاعد، ولكن الاهالي، ودي حاجه كانت حضاريه جدا، الاهالي فعليا هم قاموا بتدفئه الموضوع وبتهدئته، علشان خاطر قالوا مش هنقع. انت بتضحكي على ايه؟ لا تمام ده عندك ابتسامه كده خبيثه شويه. تمام. طيب، فكان في كده قالوا لا، لازم نبقى يعني لا نقع في هذه المشكله او لا نقع في هذه الورطه، علشان خاطر ما يتقالش ان احنا بنهدد السلام وبنهدد الامن المجتمعي. فعشان كده لازم نتعلم من دوت كلنا ونعدي المرحله اللي احنا فيها دي على خير، عشان مش عايزين نأجل الانتخابات ومش عايزين نضيع وقت اكتر من كده. احنا بلدنا بنتمنى مستنيه. طبعا بنتمنى ان شاء الله. عندنا فقرات كتيره جدا، وطبعا كالعاده بنبتدي معاكم في فقره الصحافه، ومعانا في الاستوديو النهارده احمد سامي متولي، وهو صحفي بجريده الاهرام، هيستعرض معانا اهم عناوين الصحف الرسميه النهارده وهنعلق عليها مع حضراتكم. وعندنا فقره خاصه عن مقوله شهيره لكل الاسرائيليين، وهي احنا اللي بنينا الاهرامات. النهارده هيجي معانا عالم اثري، هو دكتور بسام الشماع، في جريدة إسرائيلية اللي هي جيروزاليم بوست، كتبت على العكس تماما كل اللي كان بيدعيه الإسرائيليين الفترة اللي فاتت، إنه إحنا بنينا الأهرامات أو إحنا شاركنا في بناء الأهرامات، فقالت إن هم لم يشاركوا تماما في بناء الأهرامات، بالتالي ما لهمش الحق في المطالبة بيها. مش عارفة المطالبة بيها يعني إيه، يعني بنينا الأهرامات مثلا هياخدوا الأهرامات؟ أيوه بالظبط، عايزينهم عايزين الهرم بتاعنا. الموضوع ده عارفة يقول لك الموضوع قديم جديد جديد قديم، هو ده الموضوع. يعني كل شوية يتم برزه تانية على الساحة في توقيتات غريبة جدا الحقيقة. بس انت عارف جداً يا شريف، المشكله في حاجه غريبه جدا، يعني اليهودي يروح يقول له الهرم بتاعنا، انا كمان ممكن اروح اقول على فكره سور الصين العظيم بتاعنا، احنا كنا موجودين هناك ازاي يعني؟ يعني بص، هو في لغط كتير قوي حول هذا الموضوع، في كلام كتير جدا، في منه ونعمل افلام منه ونقول حقيقي، يعني ما علينا، يعني هنشوف الموضوع دوت مع ضيوف فقرتنا. كمان النهارده الحقيقه عندنا موضوع مهم جدا، وهو ترشح وتصويت ذوي الاعاقه في الانتخابات البرلمانيه الجايه، ودي اعتقد خطوه مهمه جدا جدا جدا، هنعرف منها اكتر من خلال ضيفنا الاستاذ مصطفى كمال، وهو ناشط في مجال الاعاقه ومسؤول الاعاقه في المجلس القومي للامومه والطفوله. تابعونا. معلش صوتي رايح، يعني في حاله حزن دفين، هي مش حزن، هي بس صوتي رايح، مفيش اي حاجه بسلمك. وكمان عندنا فقره عن انشاء نقابه لمصففي الشعر، ويمكن بعد ثوره 25 يناير في اكتر من فئه موجوده في الشعب المصري كلهم بيطالبوا ان هو يكون ليهم حقوق. صحيح. ده حق من حقوقهم، وزي ما حق على ناس كتيره جدا اللي يكون ليهم نقابه زينا، زي احنا بالظبط. كنت لسه اقول لك احنا كمان من حقنا يكون عندنا نقابه عشان تطالب بحقوقنا، وكمان نعملها كده جدول زمني، عشان الكلمه الشهيره بتاعتنا جدول زمني لتحقيق المطالب من فضلكم. بالظبط. فقره اخيره معانا عن نهر الاهرامات. ايه هو نهر الاهرامات؟ طبعا نهر الاهرامات هو النهارده اليوم على الاهرامات. نهر الاهرام طبعا. طيب. واضح. هنشوف ايه الفقره، هنعرف ايه نهر الاهرامات بس بعد يلا بينا.